ماذا يحدث في هف التبي؟ هف التبي اسم مألوف في القطاع الزراعي والصناعي في إيران، وكان في السابق نقطة ارتكاز لإنتاج السكر في البلاد، لكنه اليوم يستدعي صور الاحتجاجات والفقر والهتافات وإضراب العمال إلى الأذهان. ما جلبته خيانة نظام الملالي إزاء مزارع قصب السكر في هاف التبي باسم الخصخصة أدى إلى زعزعة حياة العمال وحدوث العديد من المشاكل المستعصية فيها. رصد ميكون چرا رصد ميكونه منو رصد ميكونه تو یه لحظه حرفی توی صحبتام در بیاره بگیر ببرش زندان. بعد از یک ساعت اینو رصد میکنه، بقای هفت‌تپه رو رصد نمیکنه. قوه قضاییه رئیس جمهور اگه درد داشت، اگه ما رو میفهمید آقا، صدامون با آفریقا هم رسید، با آمریکا رسید، به همه جا رسید، رئیس جمهور خودمون نشنیده. فرماندار خودشو زده به کری، استاندار فوتبال نگاه میکنه. خب میگه عباسی آقا چه کار استاندار داره؟ خب کی شرکتو داده؟ روحانی داده و استاندار داده و امثال این فرماندار. آقا اگه زورتون نمیره این آقا رو بکنید، شرف داشته باشید بیاد میکروفون بگیرید آقا ما زورمون به اسد بیگی نمیره. دیگه کارگر خودش تکلیفشو بدونه. یه مسئول نداریم که مردم رو بخوان، میخوان ما رو بکشن ولی نمیدونن چی جوری بکشن. میخوان خودمون بیایم همینجا از گرما و کرونا بمیریم که بگه خودش مرد. بعد نمیگه کرونا گرفت مرد، میگه مشکل زمینه‌ای داشت، بیماری زمینه‌ای داشت، قلبش مشكل داشت. كبار النصوص الحكوميون أحرار في إيران وينفقون أموال الناس وأصولهم على شراء المنازل والسيارات الفاخرة داخل وخارج إيران. حسد اقتصادي إعدام ما يكاد، حسد اقتصادي إعدام ما يكاد، حسد اقتصادي إعدام ما يكاد. لا تغطي وسائل الإعلام الحكومية سوى الأكاذيب والأخبار الخاضعة للرقابة حول العاملين الكادحين في هاف التبي. هكذا رد عمال هاف التبي على تلك الرقابة والأكاذيب. عدم استلام المستحقات تسبب في العديد من المشاكل للعمال، حتى أن البعض قد عجز عن توفير نفقات الطعام والاحتياجات اليومية لدرجة دفعته إلى شراء الخبز بالدين. وصفت إحدى بنات عمال شركة هاف التبي بعض مشاكل أسر العمال في رسالتها على النحو التالي: سلام به پدرهای هاف التبی، من میدونم شما چقدر زحمت میکشید، شما خیلی برای بچه ها زحمت میکشید و برای بچه ها دوون در میارید که بچه ها تو خوشحال بشون. الان چند وقت هست که ما بچه ها خوشحال نیست. بچه ها وقتی شما به پدرتون میگید که خوراکی یا لباس جدید براتون بخرن، چون حقوق نگرفتن و نمیتونن برای شما بخرن، اونو شرمنده شما میکنن. پس بیاید با هم پدران خود را درد از طرف خاطی با چشم. بينما اصطحب العمال أطفالهم إلى ساحات الاحتجاج، دعا إسماعيلي المتحدث باسم قضاء الجلادين واللصوص العمال لوقف إضرابهم والعودة إلى العمل الأسبوع الماضي، لكن العمال أكدوا أنهم لن يتوقفوا عن الإضراب حتى تحقيق مطالبهم على الرغم من حملات الترهيب والقمع التي يتعرضون لها. لقد مضى حتى الآن أكثر من 50 يوما على الإضراب والاحتجاج العمالي، لكن النظام الملالي لم يستجب لهؤلاء العمال ولم يقدم أي رد.